في السودان في وزير البترول واحد كان يبغاه، وزير البترول يصلي في المسجد ما شاء الله مع الجماعة، وهذا الرجال يعرف، قالوا لك صلاة العصر تلقاه في المسجد الفلاني، راح على طول حصل إيش الوزير، لكنه أتى مسبوقا فاتته ركعتان. سلم الإمام، سلم أخونا في الله هذا، سلم أيوة يبغى الوزير. فالوزير قال له يا أخي تم صلاتك، قال له سلم الحوق أنت فين الحقك أنت وين نحصلك إحنا سلم الحوق الله يغفر للجميع.